ما ستشاهده في هذا الفيديو سيصدمك. هذه الصورة من العراق قبل نحو 20 عاماً، والآن هكذا أصبحت. هذا البلد ببساطة يمرض لكنه لا يموت، ينهض من تحت الركام ويبهرنا بهذه اللوحات الفنية. إذا أردت أن تصف شعب العراق بجملة واحدة، فإن تلك الجملة لابد أن تكون: إنهم أناس يتنفسون كرة القدم. ارتبطوا بها كما ارتبط البرازيليون برقصة السامبا، يساندون منتخبهم في الخسارة قبل الربح، ويفرحون بكل هدف وكأنهم حققوا بطولة. وإذا أردت أن تعرف لماذا يحب العراقيون كرة القدم، اضغط على البطاقة الظاهرة لك في الأعلى لتتعرف على منتخب العراق الأسطوري، وكيف هزموا رونالدو وآسيا في الوقت الذي كانت بلادهم تحت القصف. ترجم العراقيون عشقهم لكرة القدم بملاعب عصرية بنيت على الطراز الأوروبي. وبعد رفع الحظر عن العراق وانطلاق بطولة خليج 25، زحف العرب إلى بلاد الرافدين، وصدموا لدى رؤيتهم تحفا فنية وليس ملاعب. وقابلوا شعبا مضيافا لا يريد سوى أن يتخلص من براثن الحرب ليوصل منتخبه إلى الملاعب العالمية. عشرات الملاعب تتوزع في العراق، معظمها تم افتتاحها مؤخرا ومصممة على الطراز الحديث، ومنها ما زال قيد الإنجاز. في هذا الفيديو سنحكي قصة هذه الملاعب، ونبدأ معكم من ملاعب بطولة خليج 25. لكن قبل أن نتابع، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. قبل 12 من تشرين الأول عام 2013، افتتحت مدينة البصرة المدينة الرياضية على مساحة 580 دوناماً، ووصلت تكلفة إنشاء المشروع إلى نحو 550 مليون دولاراً. لا تتكون المدينة من ملعب كرة قدم فقط، بل هي عبارة عن مدينة متكاملة تضم عدة مرافق رياضية. المنشأة الأكبر في المدينة هي ملعب البصرة، والذي يعرف باسم ملعب جذع النخلة، ويحاكي تصميمه النخلة، تلك الشجرة التي لطالما ميزت بلاد الرافدين. يتسع الملعب ل 65 ألف متفرج، وهناك ملعب ثانوي يتسع لعشرة آلاف شخص، بالإضافة لأربع ملاعب ثانوية تستخدم للتدريب. صممت المدينة بطريقة ذكية لتحاكي العراق، حيث تحتوي على 18 بوابة خارجية، وكل بوابة تحمل اسم واحدة من المحافظات العراقية. ويتواجد في المدينة أيضا بحيرة صناعية تم تصميمها على شكل خارطة العراق، كما تضم المدينة مسبحا أولمبي يستوعب 10,000 شخص، وقاعة رياضية لألعاب الكرة الطائرة والسلة، بالإضافة لمستشفى وفنادق لإقامة الوفود الرياضية ومواقف للسيارات تتسع لنحو 10,000 سيارة. يعتبر ملعب البصرة الملعب الرئيسي الأول الذي ستقام عليه مباريات خليج 25، ويصنف بكونه أكبر ملعب في العراق. في عام 2017 جرى إقامة أول مباراة دولية على أرضه، كانت المباراة بين منتخبين عربيين وهما الأردن والعراق. وعلى ذات الملعب أيضا أقيمت المباراة التي جمعت نجوم العالم ضد نجوم العراق. شهدت المباراة 9 أهداف، وانتهت بفوز نجوم العالم ب5 أهداف مقابل 4. الملعب الثاني الذي يستضيف مباريات خليج 25 هو ملعب الميناء الجديد. يتسع الملعب ل 30,000 متفرج، ويمتد على مساحة 51 دوناماً. وهناك ملعبان إضافيان ملحقان يستخدمان للتدريب. تم افتتاح الملعب خلال عام 2022، وتصميمه مستوحى من تاريخ المدينة وطبيعتها البحرية، حيث يظهر على حائطه شكل أمواج بحرية، وسقفه مفتوح على شكل أشرعة. ملعب التاجيات الدولي. وضع حجر الأساس للملعب في عام 2011، تبلغ تكلفة المشروع نحو 227 مليار دينار عراقي. يعرف ملعب التاجيات أيضا باسم ملعب بغداد. توقف بناء الملعب بسبب بعض العقبات الاقتصادية، وإذا ما تم استكماله سيكون ثاني أكبر ملعب في البلاد، حيث يتسع لنحو 60,000 متفرج. ملعب المدينة الدولي.
تغير اسم الملعب منذ تاريخ إنشائه حتى افتتاحه 4 مرات، سمي باسم ملعب الحبيبة ثم الشهداء ليستقر أخيراً على اسم المدينة. افتتح الملعب في عام 2021 وكلف تشييده نحو 120 مليون دولار. يتسع لنحو 30,000 متفرج ويعتمد كلياً في تشغيله على الطاقة الشمسية، حيث تتوزع الخلايا الشمسية على سقف الملعب وتزوده بكل احتياجاته من الكهرباء. وبالإضافة للملعب الرئيسي يوجد أيضاً ملعبان مرفقان للتدريب يتسع كل واحد منهما ما بين 2000 إلى 5000 متفرج. أيضاً يحتوي المشروع على مضمار للجري وفندق ومواقف للسيارات. ملعب كربلاء الدولي. قامت شركات أجنبية بتنفيذ الملعب ولديه أرضية من أفضل الأرضيات مقارنة بملاعب آسيا. يتألف الملعب من طابقين ويتسع ل30,000 متفرج. وضعت المدرجات على مقربة من أرض الملعب لمحاكاة الملاعب الإنجليزية التي تعتمد على تفاعل الجمهور مع كل حركة للاعبين. ويحتوي الملعب أيضاً على أحدث التكنولوجيا المستخدمة في الملاعب، ويضم الملعب مرافق رياضية عدة مثل ملاعب للتدريب ومسبحاً أولمبياً وفندقاً ضخماً لإقامة الوفود الأجنبية. ملعب النجف الدولي. بدأ العمل على المشروع عام 2011 وتوقف لعدة مرات بسبب المعوقات المالية. بلغت تكلفة الملعب أكثر من 100 مليون دولار، وهو الثالث من نوعه بعد ملعبي البصرة وكربلاء. ويأتي تصميمه مشابها لتصميم الملاعب الإنجليزية، مكونا من طبقتين مع سقف مفتوح، ويلحق به مرفقان رياضيان، واحد للتدريب وآخر لمسابقات ألعاب القوى. تم افتتاحه عام 2018 وشهد الملعب أول مباراة له في ذلك العام. جمعت نجوم المنتخب العراقي السابقين ولاعبين من فريق النجف المحلي. بالإضافة لهذه الملاعب المنجزة، هناك أكثر من 10 ملاعب حديثة في العراق ما زالت قيد الإنشاء. نذكر منها ملعب بابل وملعب صلاح الدين وملعب الأنبار الأولمبي وملعب الموصل الدولي، بالإضافة للمدينة الرياضية المهداة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. يتوقع أن يحمل الملعب اسم صقر العرب أو مدينة الملك سلمان. تم تخطيط الملعب ووقع الاختيار على موقع الإنشاء، لكن لم يتم الشروع في التنفيذ حتى اليوم، وذلك بسبب بعض العقبات. وباستثناء هذا الملعب الذي ستتولى السعودية مهمة إنشائه، تحتاج ملاعب العراق الحديثة التي ما زالت قيد الإنشاء إلى أكثر من 1 مليار دولار حتى تصبح جاهزة. برأيك، هل تؤدي هذه الملاعب مهمتها وتساعد في تطوير كرة القدم العراقية؟